نرحب بحضراتكم مرة تانية. من يومين شفنا توقيع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ لبروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإطلاق نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية اللي بتستهدف تطوير عدد من المدارس طبقا للمعايير الدولية ومختلف أنحاء الجمهورية، أيضا في مجالات والتخصصات ذات الأولوية للدولة المصرية واللي بيحتاجها كمان سوق العمل المصري. هذا البروتوكول هو طبعا ضمن مستهدفات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ. هذه طبعا المبادرة بتهتم بتنمية قدرات رأس المال البشري ورفع كفاءة القوة العاملة بقطاع الصناعة. عايزين نعرف تفاصيل أكتر من الأستاذة بسنت حسين، مسؤولة في قطاع التدريب بمبادرة ابدأ. صباح الخير عليك. صباح النور يا حضرتك. يا أهلا بيك. طبعا من المعروف للناس أن هذه المبادرة بتسير في ثلاث محاور رئيسية مهمة جدا: المشروعات الكبرى، دعم الصناعة، والتدريب، وده اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة. عايزين نتكلم معاك في البداية عن مدارس ابدأ الوطنية. تمام. هي مدارس ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ده نموذج جديد من مدارس التعليم الفني. أول سنة هيبدأ تطبيقه سنة دي إن شاء الله في العام الدراسي 2023-24. بدأنا بمدرستين، اللي هي مدرسة ابدأ للعلوم التقنية في بتر، دي متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي مدرسة ابدأ للعلوم التقنية دي في دمياط، دي في مجال اللوجستيات وصيانة وإصلاح السفن. طب احنا منظومة المدارس دي مختلفة في ايه؟ هي فعلا منظومة متكاملة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. بمعنى ان المنظومة دي اولا المدرستين هيكونوا معتمدين دوليا، بحيث المدرسة هيجي لجان من بره يتأكدوا ان هي مطابقة للمعايير الدولية، الورش والمعدات والماكينات المستخدمة كلها برضو مطابقة للمعايير الدولية، حتى المناهج اللي هيتم دراستها دي برضو قايمة على معايير دولية. طب احنا ليه بنعمل ده؟ بحيث الطالب لما يخلص هو ابديتد ومواكب لفكرة سوق العمل المحلي او حتى الدولي. هو ممكن يخرج ويعني هيتوفر برضو نسبة حوالي 10% للطلاب هياخدوا شهادات اعتماد دولي، وممكن يكمل دراسته بره كمان. فدي جزئية. الجزئية الثانية في المنظومة ديت التدريب. التدريب اللي بيتم توفيره للطلاب هو أولا في جهات مختلفة تبع مجال التخصص ومع المنطقة الجغرافية المحيطة. بمعنى احنا عندنا مثلا فكرة دمياط معروف فيها مواني، فيها فكرة مجال اللوجستيات وصيانة السفن، هي فعلا كمحافظة هي محتاجة المجال ده بشكل كبير قوي. فاللي احنا ركزنا ان المحافظة دي نعمل مجال تخصص ليه علاقة بالمنطقة الجغرافية دي، والتدريبات اللي هتتوفر للطلاب هتبقى برضو تبع المجال ده وفي كذا جهة، بحيث لما يتخرج هو هيقدر يلاقي فرصة عمل في المنطقة المحيطة، وده طبعا هيقلل من الهجرة الداخلية ما بين المحافظات. صحيح. دي مشكلة كبيرة جدا وعددها كان كبير قوي، وما وصلوا في 21 لحوالي 8 مليون هجرة داخلية. الذكاء الصناعي واكيد بقى يعني هو دوت المستقبل في كل حاجة فعلا احنا بنتكلم فيها، يعني دي اللي هتبقى ان شاء الله في بدر متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي. حتى البروجكت اللي احنا هنخلي الطلاب يتدربوا عليها هي بناء على مشكلات في الواقع موجودة هم هيوجدوا لها حلول في الموضوع دوت. فاحنا مهتمين قوي بالمجالات سواء محل اهتمام الدولة المصرية وبرضه عالميا، هي المجالات دي هو العالم كله متجه ناحية مثلا الذكاء الصناعي بشكل كبير قوي. فده بندين فكرة المنظومة، المناهج، التدريب، وحتى التخصصات اللي بنختارها هي مش بيتم اختيارها عشوائي، هو بيتعمل دراسة كاملة للمنطقة الجغرافية دي زي ما قلت لحضراتكم ومحتاجة ايه وبناء عليها نطبقها. المناهج الدراسية اللي الطلاب هتطبق عليهم هي برضو احنا جبنا يعني في ورش عمل من رجال صناعة في نفس المجال ده من مختلف رجال صناعة، يعني مثلا فكرة من كذا شركة خبراء تعليم، بحيث بنتعرف على احتياج الصناعة دي ايه الطالب دوت لما يخرج. احنا المستثمر او الشريك الصناعي او لا. طب خلينا نوضح النقطة دي يا أستاذة بسنت، يعني رجال الصناعة او شركاء الصناعة اكيد ما عندهمش زي يعني الطريقه اللي على اساسها يقدروا ان هم يعملوا منهج طبعا دراسي. هي الفكرة. ازاي بقى ده بيحصل؟ يعني ازاي باخد الخبره دي او وجهات النظر دي صح انقلها لمنهج دراسي بيتم تدريسه للطلاب، ومين اللي بيدرس ده للطلاب؟ تمام جدا. بصي مظبوط قوي، هم طبعا رجال الصناعه مش هم اللي بيحطوا المنهج. الموضوع بيبقى على مراحل. اول حاجه احنا بنقعد مع رجال الصناعه المخرجات التعليميه اللي هم محتاجينها ايه. انا محتاج دلوقتي خريج يقدر يشتغل على الاله كذا، على برنامج كذا، فانا بعرف منهم الاحتياجات اللي هم محتاجينها في الخريج دوت ايه، فبعرف المخرجات العمليه التعليميه اللي انا محتاجاها. بعد دوت بيكون قاعد معانا برضو خبراء مناهج في الجزئيه دي، كل اللي هم قالوه كمخرجات تعليميه بنبدا نطبقه كمناهج تقدر تكسب الطالب الجدارات دي، بحيث اول لما يتخرج هو عنده اوريدي الكواليفيكيشنز اللي محتاجها الشريك الصناعي او رجل الاعمال او الشركه او المصدر بالظبط بالظبط تاهله للعمل يعني بالظبط. بعد كده برضو فكره بيتراجع مع وزاره التربيه والتعليم، فهي فيزز
الفيز ديت احنا على كذا مرحله، فدي بخصوص المناهج يعني ازاي بيتم اعدادها. وبخصوص المعلمين يعني كويس جدا لحضرتك اشرتي للنقطه دي، احنا طبعا عارفين المعلم هو الكور بتاع العمليه التعليميه، يعني هو فعلا اساسها بشكل كبير جدا جدا. المعلمين ان شاء الله في المدارس برضو بيتم اختيارهم وفق معايير معينه، بمعنى هينزل برضو اعلان قريب ان شاء الله للمعلمين وللطلاب. المعلمين في شويه كواليفيكيشنز محتاجينها، في شويه شروط، وهيتعمل لهم انترفيوز، وبعد بيختاروا من المعلمين اساسا الموجودين دلوقتي المتواجدين بالظبط الموجودين اوريدي في التربيه والتعليم، بنختار منهم وبيتعمل لهم تدريبات رفع كفاءه، يعني بيزود فكره الحته التكنيكال عندهم في الجزئيه دي، سواء تدريبات على المنهج اللي هيتم تطبيقه او حتى في اليات التدريس. يعني احنا هنعتمد على اليات تدريس مختلفه شويه في المدارس دي، احنا مش فكره بس الموضوع النظري فهو بيدخل عملي اكتر يعني. لا بالظبط، احنا النظري بيديله المعرفه اللي تقدر تخليه يطبق في العملي بشكل صحي جدا، وحتى طرق التدريس اللي هيتم تطبيقها مع الولاد هتبقى مختلفه، فيها فكره تفاعليه على ارض الواقع، مش هيبقى هو ماشيين في تراك والواقع ماشي في تراك تاني، فلازم طبعا المدرس يكون مدرك ده بشكل كبير جدا. طيب المدارس دي بعد الاعداديه على طول؟ مظبوط مظبوط جدا. طيب اشتراطاتها بتكون ايه؟ طيب عشان احنا ان شاء الله هيبقى في اعلان طلاب خلاص في ايام قليله اللي جايه ديت، الشروط برضه هيتعلن عنها، مثلا مجموع في الاعداديه هيبقى حوالي 210، ان هو في محافظات محددينها بحيث احنا كنا لسه بنتكلم على فكره الهجره من المحافظات، فاحنا المحافظات سيلكتد شويه بحيث الطالب يقدر يقدم من المحافظات ديت. بعد ما يقدم هيتعمل له اختبارات في العربي والانجليش وكذا اختبار بنقيس منه امكانيه اللي هو تمام اللي هو هيقدر يستوعب المناهج بالظبط. بعد كده هيتعمل برضو انترفيو معاه علشان ان شاء الله يتقبل في المدرسه. واحنا حتى في الجزئيه دي في ابدا فكره الطالب المتفوق بالنسبه لنا مش هو اللي جايب مش لازم يكون جايب 99% 100%، هو ممكن يكون متفوق في سكيل عنده، يعني محتاجين ننميها الموهبه والمهاره ديت، هو عنده فكره مثلا في مجال الذكاء الصناعي قادر يقدم حاجه، فدورنا كبلد اللي احنا يعني نتكفل بالموهبه ديت واللي احنا نغذيها ونراعيها عشان تقدر تفيدنا في الموضوع ده بشكل كبير. طب حضرتك ذكرتي ان في محافظات بعينها تم اختيارها انها تكون طلابها يعني يقدروا ان هم يلتحقوا بهذه المدارس. ايه هي المحافظات دي او حسب ما انت فاكره حتى الان طبعا؟ أوكي. يعني وبالنسبه طيب لباقي المحافظات، وبرده سؤال تاني، سنهم صغير فهل في اماكن مثلا ان الطلاب يقيموا فيها؟ فبصي هي علشان فكره الاقامه وان صعب طالب في السن ده يتغرب بعيد عن اهله ويتكفل، عشان كده حددنا ان المحافظات تكون القريبه، يعني مثلا في مدرسه بدر احنا بنتكلم فكره في القاهره الكبرى، احنا بنتكلم القاهره جيزه ايوبيه والشرقيه، حتى المسافه ما بينها وما بين بدر مش بعيده قوي، فاحنا بنتكلم في الاريا اللي تكون المحيطه. طيب ليه المحافظات دي؟ احنا بدانا بمدرستين بس طبعا في نيه للتوسع يعتبر في كل محافظات الجمهوريه ان شاء الله في السنين اللي جايه، فكل طالب هيكون ليه ان شاء الله فرصه ان هو يلتحق بس حسب المحافظه والمجال اللي المحافظه دي متميزه فيه ومتخصصه فيه، وان شاء الله يلاقي فرصه شغل ليه. في حته الشغل بس في حاجه عايزه كنت اتكلم فيها، ان هيبقى في مكتب تسويق وتوظيف للطلاب وهم في الدراسه، يعني ده وجلسات ارشاد وظيفي، كتير مننا بيكون تاهل وانا مش عارف اكون ايه انا، فهيتعمل لهم ارشاد وظيفي، هيتعمل لهم تسويق ليهم وتوظيف، هنساعدهم في ده، ملتقيات توظيف بشكل كبير جدا جدا وانس ان هم ان شاء الله يتخرجوا من المدارس. ده عظيم جدا. التوسع في هذه المدارس بيستلزم معاه تحسين الصوره الذهنيه للتعليم الفني طبعا، وده اعتقد ان انتوا شغالين عليه. طبعا بالظبط احنا شغالين عليه، بس زي ما احنا بنعمل دلوقتي احنا مش عايزين نقول ناس يا جماعه حسنوا الصوره الذهنيه للتعليم، احنا بنعمل على ارض الواقع. هو هتلاقي اوتوماتيك الناس فعلا لمست الموضوع ده، يعني لما نلاقي فعلا طالب درس علم كويس جدا كواليفايد شغال وظيفه زي ما بنقول ديسنت جوب، فكل دوت طبعا هيأثر كتير جدا على الصوره الذهنيه بتاعه الطالب دوت، بلس اللي احنا كنا اتكلمنا كتير قوي في الجزئيه دي لو فكره التعليم الفني والتعليم العام دي نوعيات تعليم. ده لا يقل من ده طبعاً. وده لا يقل من ده، دي وظيفه ودي وظيفه، بس لازم ده موجود وبيتطور ولازم ده موجود وبيتطور بالظبط، الاثنين بالتوازي مع بعض، الاثنين لازم يتطوروا عشان فكره التعليم ده هو الكور مبدئيا بتاع اي بلد. فالتعليم الفني بالذات احنا لو بصينا في كل حاجه حوالينا هي اساسها تعليم فني، يعني الاستوديو اللي احنا قاعدين فيه تكنيشن هم اللي عملوا كل حاجه حوالينا، التعليم الفني داخل فيه، فكان لازم ان احنا نهتم بيه جدا ونطوره، وان الطالب يحس ان هو فخور ان هو بينتمي لمنظومه زي دي، ما يكونش حاجه هو حاسس هو لا انا مش حابب اتكلم، بالعكس احنا حابينه يكون فخور ان هو جزء من حاجه زي كده طبعا. طيب
بعد ما بيخلص المراحل التعليمية في المدرسة ايه اللي بيحصل؟ ممكن بقى يا اما يشتغل على طول يا اما يكمل جامعة، ولا ايه اللي بيحصل؟ هو طبعا الهدف الاساسي والرئيسي اللي احنا محتاجين ان الطالب يخلص ويشتغل، محتاجين مان باور في الحته دي بشكل كبير جدا. طيب الطالب هو حابب يكمل دراسته، هو عنده حقية دي، في عنده المعاهد الفنيه، في الجامعات التكنولوجيه دي الدوله ابتدت تتوسع فيها بشكل كبير جدا، في حتى وممكن يعمل معادله زي بقيه طلاب التعليم الفني، ممكن يعمل معادله ويدخل كليه هندسه، وممكن طبعا بقى ان هو يلتحق بشكل كامل على طول بسوق العمل. وفي المدارس الوطنيه للعلوم التقنيه الجزء اللي كنت بكلمك فيه اللي هو احنا في نسبه حوالي 10% من المتميزين والخريجين دول هيتوفر لهم اعتماد دولي للشهاده، هو ممكن يكمل دراسه بره، ممكن يشتغل بره، هو اوريدي معتمد. فهو عنده كذا مسار وظيفي هو يقدر يلتحق بيه وكذا بناء على رغبه الطالب نفسه. لا طبعا هي يعني انا اعتقد انه دي خطوة كبيرة جدا بالنسبة لي، هي شايفاها قفزة الحقيقة، لأنه يمكن لو بصينا للدول المتقدمة جدا 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 أكبر اقتصاديات في العالم بالنسبة لهم العامل ده ثروة قومية. وبالمناسبة يمكن احنا حتى بنسمع بره كلمة الهاي سكول، يعني انه بيخلص الدراسة في المدرسة بعد كده ممكن يشتغل، ومش شرط ابدا انه يكون يلتحق بجامعه، لا ممكن يخلص الدراسه دي او في مجال معين ويبتدي يشتغل. زي ما سمعنا من استاذه بسنت حسين طبعا اللي كانت منورانا تفاصيل مدارس ابدا، انا شايفه ان هي خطوه مهمه جدا الحقيقه، واحنا محتاجين يكون عندنا ايدي عامله ماهره في كل المجالات، خاصه في مجال الذكاء الاصطناعي، وحتى يمكن في اللوجستيات واصلاح السفن. بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا استاذه بسنت حسين، مسؤوله في قطاع التدريب بمبادره ابدا. بشكرك كمان، شكرا جزيلا.